أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. ربما علم الجميع أو سمع عن لجنة أراضي الحديدة التي تفاءل بها الكثيرون والتي بدأت أعمالها منذ أيام في المحافظة، لكن اللافت للنظر أن أعمال هذه اللجنة لا يزال ربما باردا ولا يلقى القبول الحسن من المواطنين والجماهير الذين ربما يتوجسون من أداء هذه اللجنة أو لا يجدون جدوى من الذهاب إليها أو يرون أنها ربما مقيدة لا تنصفهم ولا تستعيد أراضي المواطنين وأراضي الدولة المنهوبة في المحافظة. معي في الاستديو الدكتور العزيز شريم، عضو مؤتمر الحوار الوطني سابقا والقيادي في الحراك التهامي. أيضا معي القاضي طه عبد الله عقبة، الناطق باسم لجنة الأراضي في الحديدة عبر الهاتف. اهلا بك دكتور عزي. اهلا وسهلا بكم جميعا. كما هو اهلا بالقاضي طه عبد الله عقبه الناطق باسم لجنه اراضي الحديده عبر الهاتف. هل انت معي القاضي؟ اهلا وسهلا بكم. اهلا بكم جميعا ولنتابع هذا التقرير. برزت قضية نهب الأراضي في محافظة الحديدة لتصبح تالية في الأهمية والخطورة بعد أراضي المحافظات الجنوبية التي شغلت حيزا كبيرا من الفراغ السياسي والرأي العام. عصابات النهب هي نفسها قول يتداوله البعض عن نهبي الأراضي في الشمال وفي الجنوب، حيث تنتقل بحسبهم من محافظة إلى أخرى في عمل منظم ليس له من هدف سوى السطو غير المشروع. زادت عمليات النهب، يقول مواطنون وخصوصا بعد إعلان الحديدة عاصمة لإقليم تهامة، حتى وصلت ذروتها ولم تعد أسماء المتهمين خافية على أحد، فقد توسعت دائرة الاتهام لتطال مسؤولين في الدولة وضباط جيش وأمن إلى جانب مشائخ قبليين ومتنفذين من الوزن الثقيل. في 4 أيام فقط صرفت اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة أكثر من 2000 استمارة للمتظلمين منذ بدء أعمالها، مما ينذر بحجم كارثة أصبح حجمها آلاف المتضررين. الآن بصدوا على أراضي بحجة تعاون مسؤولين أو ضباط في الأمن والكذا، ويشوفوا أصحاب اللي معاهم أراضي مساكن ما بشعهم لا ظهر ولا سند، ويبدأوا بطش الأراضي وجرحها بالشيولات والكذا، ويتوا لهم مسلحين، وإذا وصل صاحب الأرض كذا ولا كذا أطلقوا عليها النار حتى أنه يجي يشتكي هنا وفي البحث أو في الأمن ويخلوها اليوم الأول والثاني ويخرج العسكر. وإن العسكر لم تكن أراضي مطار الحديدة بمنأى عن مشاكل الأراضي الأخرى بالمحافظة، فهي أيضا دخلت دائرة النزاع وأصبح منتسبو القوات الجوية ومحسوبون على الحرس الجمهوري سابقا في نزاع على تراب المطار، حتى أصبح بعضهم يردد إما نأخذ جميعا أو لا نأخذ. الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تتهم صراحة ضباط نافذين بالوقوف وراء مشكلة أراضي حرم المطار، لكن بعضهم ينفي أن تكون كثير من الأراضي المتنازع عليها واقعة في حرم المطار، كما تنفي منظمة شعبية أن تكون أراضي كثيرة واقعة في إطار الحرمات الحكومية كحرم الميناء وبيت الرئيس المخلوع ومعسكر الحرس الخاص وقائمة طويلة تجرد الدولة من ملكيتها لتلك الأراضي ما لم تكن قد اشترتها من ملاكها الأصليين. الهيئة العليا لمكافحة الفساد وقفت هي الأخرى على نتائج اللقاءات المشتركة مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بشأن الاعتداءات والاستحداثات على أراضي حرم مطار الحديدة وأراضي منطقة جشيمة في الكيلو 16 وغيرها من الأراضي محل النزاع، لكنها لم تعلن انتهاء التحقيقات في تلك الأراضي. من أجى من مواطن يلا داخل، هذه حق الدولة، أراضي الدولة، أراضينا معانا بصاير وأحكام من أبن أنجد ثابتين فوقها، يزبروها بالقوة كذا رجالة. موجود هذه بصاير على طول؟ أيوة هي في موجود، ما معنا بصاير ظالمين، تعرف ظالمين، ما يجون لك ما تحصل حد، يقول لك حق المنطقة السنة هذه حق الدولة. ما تسوي؟ أنتم سيادكم تكرم يعني في هذا ويطلع على هذه الحاجات اللي يقولوا مع الواحد يشيل له حقه بالقوة وهكذا، تستعين بكم يعني هذا. نزلت لجلنا عنده وهو بيمزح بالشيول، فجاء لهنا وبيكلم اصحابه في البحث الجنائي بيقول بالله عليكم لا ترفعوا لي القضيه للنيابه، خلوها ما طلوها عندكم هنا، وهو بيعطيهم فلوس، والان لا زالت القضيه في البحث الجنائي والشيء اللي يمسح على الارضيه واحنا ما عرفنا ايش نسوي. ويظل التساؤل قائما،
أما إذا كان بوسع اللجنة الرئاسية إنهاء كافة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة أم إبقاؤها معلقة حتى تثبت اللجنة قدرتها على إبطال قول شعبي أصبح رائجاً. إذا أردت ألا تحل قضية فشكل لها لجنة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، أهلا بك ضيفي العزيز الدكتور العزي شريم، كما أهلا بك القاضي طه عقبة. البداية نبدأ من عندك القاضي. قاضي، أنتم بدأتم العمل منذ أيام أعتقد في النزول الميداني في المديريات وبدأتم أعمال اللجنة الميدانية، لكن الشواهد كثيرة والمواطنين أيضا يقولون أن الاستجابة ضعيفة لأعمال اللجنة، أنت كيف تقيم الاستجابة المواطنين لأعمال اللجنة؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأخوانه من النبيين أبد الآبدين وبعد، فنرحب بكم ونقول أن أعمال اللجنة بدأت في 24/3 بتسليم استمارات التظلمات في جميع أنواعها للمواطنين والهيئات والمستثمر والهيئة الاستماع والجمعيات الزراعية والجمعيات التعاون السكنية وغيرها، ووصل ذات ما سحب من استمارات اللجنة خلال هذه الفترة الوجيزة حتى يومنا هذا أو نهاية دوام من هذا ما يقارب 2871 استمارة، كما أنه قد سلم تسليم الاستمارات بعد إملاء بياناتها وكذلك المستندات ومطبقتها على أصولها في إلى مقر اللجنة وفروعها ما يقارب خلال يومين من عمل اللجنة 205 نفر، وهذا العدد ليس بالقليل وإنما يدل على التوافد الكبير على مقر اللجنة، فقد يصل في اليوم إلى 300 أو 400 استمارة التي تصرف. يعني أن تقيم الاستجابة أنها ليست ضعيفة يعني؟ هذا بحسب الاعداد لا تضعف في الله، وندعو الناس جميعا الى اي من له مظلمه او انتهاك او اعتداء على ارضه في التقدم في اللجنه سواء كان فردا او هيئه الاراضي او غيرهم. نعم. قاضي، هناك أيضا استفسارات على أداءة اللجنة، أنا لدي مثل أيضا من الخوخة، كانت هناك قشلة أو جمرك تركي قديم نهب من قبل أحد النافذين، ذهب مواطنون من الخوخة إلى اللجنة ليقدموا تظلم أو شكوى، قالوا لهم اللجنة يحتاج إلى سندات، أنت باعتبار المواطنين قالوا كيف يمكن أن نمتلك سندات ووثائق لمبنى تركي قديم وهو ملك لأراضي الدولة، أنتم كيف تعالجون مشاكل أراضي الدولة؟ كحالة القلعة هذه القشلة أو كحالة السواحل اليمنية أو الأراضي أراضي الدولة بشكل عام، كيف تعاملوا معها أنتم؟ اللجنة في خلال المرحلة الأولى بدأت بتسليم الاستمارات، فلم أو لا يمكن أن نقول لفرد أو لأكتشف أنه لم تصرف له استمارة، وعليه أن يعبئ تلك الاستمارة تلك البيانات ومن ثم يحضر الاستمارة مع مستندات التي تثبت ملكيته بأي وسيلة أو بأي طريقة. هذه في حالة الملك الخاص، أنا أسألك عن الحالة الأرضية العامة أو الملك الدولة، كيف يعمل الشاكي أو المقدم الشكوى؟ هيئة الأراضي. هيئة الأراضي تتقدم كأي مواطن تشتري استمارة على أي اعتداء أو انتهاك على أي أرض من أراضي الدولة. يعني الهيئة الأراضية فقط المخولة بتقديم شكوى والمواطن ليسوا مخولون؟ الأراضي مخول بهذا الأمر إذا كانت الأرض أرض الدولة، وإذا كان المواطنون يريدون أن يقدموا شكوى بأراضي دولة كمحال قلعة أثرية قديمة مثلا، الأراضي لم تقدم بها شكوى، كيف الحال في مثل هذه الحالة بالذات؟ إذا أتوا إلى الأراضي ورفضوا ممكن نعالج الموضوع إن شاء الله. إذا أتوا إلى الأراضي لتقدم الشكوى ورفضوا لا نعالج موضوعهم بإذن الله. يعني يقدموا شكواهم إلى هيئة الأراضي أولا ليس إلى اللجنة؟ يتكتبوا هيئة الأراضي بهذه الأرض، فإن كتبت هيئة الأراضي ما لم يأتوا إلينا ونعالج موضوعهم إن شاء الله. ولما شكلت لجنة إذن؟ سأعود إليك قاضي طه عقبة، معي في الاستوديو الأستاذ والدكتور عزي شريم عضو مؤتمر الحورتني سابقا والقيادي في الحراك التهامي، أنت كناشط محلي ومتابع لقضايا الأراضي ضمن قضايا عديدة في التهامة، كيف تقيم أداءة اللجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء نشكركم ونشكر برنامجكم وهذه القناة
التي دائما يعني تبادر إلى وضع قضايا تهامة على أرض الواقع. ونتمنى من كافة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الأخرى أن تقوم بمثل هذا الدور، لأننا نعيش مرحلة حساسة جدا وحرجة فيما يتعلق بقضية لجنة الأراضي التي صدرت بقرار رئاسي. نشكر يعني ابتداء فيه فخامة الأخ الرئيس على تشكيل هذه اللجنة، مع أني أريد أن أقول أن هناك تحفظات كثيرة جدا أو على بعض النصوص والمفردات والفقرات في القرار الذي صدر من الزملاء والإخوة في قيادة الحراك التهامي. أقول أشكر يعني أيضا هذه القناة على تصدر شعارات الحراك التهامي في ما كان في تقرير الذي نشرتموه الآن. وأيضا أنا لا أريد أن أنكر أو يمكن نتكلم عن هذا الموضوع. أنا أقول أولا يجب أن نشكر أن رئاسة اللجنة يرأسها شخص يشهد له بالنزاهة، ولكن هناك إشكاليات وإشكاليات حقيقية جدا، مع احترامي أيضا لكثير من الأعضاء في هذه اللجنة المعروفين. ما هي المشكلة؟ لكن ما استهل به الأخطاء يعني لا يبشر بخير، ولا أنا صراحة حقيقة يعني كلامه كلام سلبي إلى أبعد الحدود، وهذا ما يؤكد ما ذهب إليه كثير من المواطنين الشاكين من اللجنة وأدائها في وآلية عملها. آلية عملها نعم حددت، طرحت كثير من التفاصيل لكنها نظرية. نعم عملت وثائق، عملت استمارات، حددت مراكز في كثير من المناطق، الزيدية، باجل، مراوعة، زبيد. لكن عندما يأتي شخص يشكو بأبو حليفة أو أبو حلفة يقول له إحنا ما لناش معنى، ما لناش دخل. أي أنا الكثير من الشواهد. وعندما يوجه الشكوى إلى مكتب الأراضي أو الهيئة العامة للأراضي التي هي مكتب أساس تشريع الفساد لنهب الأراضي، صحيح، أراضي الناس، فكيف يتجه إليه؟ أنا أرى أن الأخ الرئيس عليه أن يوجه بإلغاء هذه اللجنة الآن فورا، لأنها لن تؤتي بأي ثمار على الإطلاق. هي عندما يذهبون إلى حوض إلى 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 الأحواض مثلا، أحواض المياه التي عليها محاكمات من السبعينات وبأملاك أفراد احتاجتها الدولة، نعم أيوة ما اختلفناش، يعوض هؤلاء الناس، يجبروا ضررهم، لكن يأتوا بلجنة أمنية تتعامل بشكل مأجور كما يصفها البعض مع مكتب الأراضي لطرد الناس الساكنين الذين معهم المالكين وإعطاء الناس آخرين عقود من الأراضي نفسها، وعندما يبقى عناصر أخرى يقول إحنا ما لناش دخل. هذا كلام دعنا تقييم أعمال اللجنة. إذا عملت اللجنة بهذه الآلية فهي تعمل على تفجير وضع في تهامة، نعم، تسعى إلى تفجير وضع يعني تهامة. هل أنت تتفق الوضع في تهامة يختلف تماما عن الجنوب؟ دكتور، نعم. الكثير من المواطنين الذين تواصلوا معي قالوا أن أعمال هذه اللجنة لا يبشر بالخير، أنها ستكرس الفساد وستقونن وستشرع، نعم، الفساد الموجود، نعم، ولن تلغيه. هل أنت مع هذا الرأي؟ أنا أقول أنه في إطار ما طرح الأخ القاضي طه عقبة أنه يؤكد ما ذهب إليه الكثير من المواطنين. والآن دعنا ننقل هذا السؤال إليه. في إطار ما طرحه الآن هو لا يبدد المخاوف ولا يزيدها. نعم. قاضي. قاضي. ربما استمعت إلى ما قاله الدكتور العزي شريم أن الكثير من المخاوف تجد في هذه اللجنة أنها ستكرس الفساد القائم، وأنكم لن تكونوا حلاً بقدر ما ستكونوا الحاصل من فساد. أنا أشوف أن يكون هناك فهم خاطئ لما قلته. وأنا ذكرت أن أنت ذكرت حالة معينة وهي كيف يدعي فرد على أراضي الدولة. اللجنة تعمل وفقاً لقرار تشكيل وقرار إنشاء نص مادة 2 منه على عمل اللجنة في أسس محددة. تلك الأسس أنا بيدي القرار اختصاص، نعم، جيم يكون نطاق عمل اللجنة للادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات وأراضي العامة والخاصة بمحطة الحديدة، لم يقول أن هيئة الأراضي هي المعنية فقط، وشرح ذلك بأنها على اللجنة في المادة 3 الألف تحت الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها، بناء على شكاوى وبلاغات متضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني
المبني على أسس وحيدية صحيحة وسليمة، بل إنه لو أتى أحد مشتكى بنافذ لا يمكن أن يقال له لا لن نقبل شكوى. إذا أتى واشتكى بأي شخص لا يمكن أن نقول له ذلك. يا قاضي يا قاضي هي تعتبر قضاء المظالم يا قاضي الذي جاء لإنصاف الضعفاء. يا قاضي يا قاضي يا قاضي دكتور دكتور النافذين يا قاضي هو تكريس انت استدليت يا قاضي انت استدليت هو تكريس النافذين يا قاضي انت استدليت بالفقره الف انا لدي الفقره باء. الفقره باء تقول حصر الاماكن والمواقع التي تم الاعتداء عليها او محاولات الاستيلاء عليها والبسط عليها واسماء المعتدين وصفاتهم وجهات اعمالهم وكافه بياناتهم الشخصيه، هذا يلزمكم بالحصر بدون ان يكون هناك شاكي، مثل حاله القشلاء في الخوخه مثلا. كيف تحتاج لشكاء ولا وظائق؟ أقول لك أحصر الأماكن المعتدي عليها. هذا ضمن أعمال اللجنة. هذا الفقرة باء، حصر الأماكن والمواقع، هذا الفقرة باء. نعم هذا ضمن أعمال اللجنة. الآن المرحلة الأولى هي استلام التطلبات وتسليمها، ومن ثم ستكون هناك مرحلة لتحقيق ذلك الهدف في المنطقة إن شاء الله. الذي هو باء. القاضي قال أنهم سيعملون مرحليا. في ذلك. قاضي شكرا لك. سنذهب بالسؤال الى الدكتور. ان يظل القاضي معنا لانه هو معنا هو معنا نعم هو معنا نعم, نعم اتمنى ان يظل معنا. اولا انا انفي نفيا قاطعا ان تكون للدوله يعني اراضي في فيما يتعلق بتهامه، ليس لها الا المجتمع سنقول. ليس لها ملكا الا ما يعتبر وقفا، يختلف الوضع جمله وتفصيلا عما في الجنوب. تماما. كيف هناك تعميم في الجنوب صدر، ومع ذلك صدرت في احكام في 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 المحافظات الجنوبيه بالغاء حتى قانون التامين وعادوا الملكيه الى بعض السلاطين. الان انا اقول وهنا امامي وثائق ومؤيد لاحكام فيها الامام نفسه ايدها بانه بما فيها حرم المطار نفسه وبما يعني وهبه المواطنون للمطار. هو الحكم الشرعي القديم بين نعم الإمام وأحكام أيدها الإمام عندما احتكموا يعني القبائل احتكموهم والإمام وصدر الحكم ضد الإمام والإمام شرف الحكم. جاءت هناك يعني مسلسلات يعني للنهب والتسلط وما إلى ذلك. مثلا يعني نحيطكم علما بأن لنا أراضي بمدينة تحديدا اللي هي عاصمة الإقليم مؤيدة بأحكام شرعية بعهد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين إلى آخر الكلام ومقدمة ومن وزارة العدل ووزير العدل يقدمها إلى رئيس محكمة الاستئناف واطلعت على ما بين الأحكام وكذا إلى آخره، وبأن يعني الـ 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 ما يسمى بحرم أو بما يسمى بمرافق الدولة في مدينة الحديدة وقدرت بميلين في حينه من موقع التحرير، لكن هو ملك المواطنين ملك عام وتم التوقيع من المواطنين بتبرع كملك عام وليس كملك يعني كملك يعني تبرع يعني الفرق بين اريد ان توضح الفرق بين ملك الدوله وملك المجتمع المحلي. الآن انت تريد ان تقول ملك المجتمع المحلي عن املاك الدوله التي سطى عليها المواطنون، هي املاك مواطنين، املاك المواطن وسطوا عليها نافذين بقرارات وتعويضات. عندما أتحدث أنا لا أريد أن يعني من لا يملك لمن لا يستحق. أنا نعم بالضبط لا أريد أن أغوص في تفاصيل. يعني مثلا أنت أشرت إلى أحكام اليوم في باجل يحتجز طفل عمره 15 سنة من مدير أمن باجل على ماذا؟ على قضية أراضي، على قضية أراضي يعني من متنفذين ويحجزون يعني ثلاثة أخوان من بيت واحد. يعني أنا لا أريد يعني أن أدخل في التفاصيل، لكن هؤلاء الأخوة ممكن أذكرهم بالأسماء عادل سليل وعبد الوهاب واخرين مراد يعني احدهم عمره 15 سنه يرجمون ثعبان داخل السجن وهو معرض وحياته للوفاه الان. لمن يعمل هذا؟ اللجنه الامنيه التي نزلت هذا موضوع امني ليس لجنه امنيه نزلت تعمل مع مكتب الاراضي ضد لجنه الاراضي، نزلت تعمل بتوافق وبتواطؤ مع مكتب الأراضي الذي هو كان سببا في بيع ونهب الأراضي والإفساد. نعم أنت أشرت لجنة الأراضي دكتور. أين هي؟ بالعكس حجزوا اليوم اثنين يعني واحد منهم عمره 15 سنة لأنهم ذهبوا إلى لجنة الأراضي. الآن الناس في مخاوف غير عادية، في تهديدات تمارس من كثير من النافذين هؤلاء، تمارس بشكل بنعمل لك بنفعل لك بكذا إذا وصلت.
لجنة الأراضي يجب عليها أن تحدد ضعيفة جدا يبدو أنها نحن نناشد فخامة الأخ الرئيس لجنة الأراضي لا تعرف أين جنوب الحدود أين منطقة منظر من منطقة سيالية ما تعرفهاش نحن نناشد فخامة الأخ الرئيس بإضافة اثنين من القوى من أبناء الحديدة من أبناء دهامة ويعتريها الضعف عقبة و... نعم لا بإضافة اثنين يعلمون بحقائق الأرض وواقعها اما هؤلاء مع احترامي لمهنيتهم ولنزاهتهم انت طرحت موضوعين شاكين نعم. نطرحهم على القاضي طه عقبة قاضي انت استمعت الى مساله الاحكام والقرار هو يقول عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل او صدرت بشانها احكام قضايا انت تعلم في الحديده ربما انت قاضي من الحديده ان هناك احكام متناقضه مع بعضها احكام قديمه لصالح طرف ما احكام جديده لصالح طرف ما وجميعها فيها احكام الفساد هو منهج بقضاء اصلا كيف تستعملون انتم في هذا المناخ القرار الجمهوري صدر باسم تشكيل لجنه للنظر ومعالجه قضايا اراضي الحديده ولكن نعمل من اجل هذا او اكمال هذا العمل بما يمليه علينا ضميرنا والتزامنا بالتجرد والاستقلاليه والموضوعيه واعلاء المصلحه الوطنيه العليا عند ممارساتنا لمهامنا احيانا يا قاضي هناك من يقول احيانا الضمير وحده لا يكفي العلم ايضا مهم ومن ذلك اخي ان اللجنه ستطلع على كل ما سيصل اليها وستنظر وستحقق ولها في سبيل ذلك ان تقوم باجراء جميع التحقيقات المستقله والشفافه والتاكد من جميع الوثائق والوصول بشكل عادل الى الحقيقه التي تمكنها من اصدار قرارها العادل القانوني المبني على أسس وحيثيات صحيحة وسليمة في صورة معالجات نعم. تلك المقترحات والمعالجات القانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ بناء على القرار الجمهوري أنا كان سؤالي قاضي حول الأحكام هناك أنت قلت القرار يقول عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضايا باتة جميع الأراضي هي فيها أحكام قضايا أصلا كيف ستعملون في هذا المناخ؟ لا يمكن أن نناقش أي قضية أو نصدر قرار عبر البث التلفزيوني هناك قضايا سننظرها وهناك ملفات موجودة سلمت إلينا سنقوم بجهودنا الكلية والذاتية من أجل إنصاف المواطن التهامي الذي ظلم والذي أحست الدولة بمكملها بمأساة ذلك المواطن وما صدور هذا القرار إلا إحساسا بحجم تلك المشكلة التي إن شاء الله نرى مستقبل أفضل لتهامة ولأبناء تهامة ومعالجات عادلة وناجعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم القاضي طه عبد الله عقبة الناطق باسم لجنة الأراضي بالحديدة شكرا لك على حسن تجاوبك معنا مع قناة يمن شباب على أمل استضافتك في حلقات أخرى إن شاء الله. كان لي سؤال للقاضي قبل مغادرته يعني. لو الوقت لم يكن يسعفنا. نعم. دكتور في حلقات قادمة إن شاء الله سنستضيفكم جميعا. نعم. استمعت إلى ما قالوا أن اللجنة ستعمل بحسن نية وبحسن ضمير ولن تألو جهدا في إنصاف المواطن التهامي البسيط ما تعليقك؟ أنا لا أشكك بحسن النية والضمير ولكن أشكك بقوة وإرادة والعلم القوة النافذة المتغطرسة الفاعلة على الأرض التي تسير الأمور باتجاهات عكس إرادة القرار الرئاسي وعكس نيات القضاء مهما كانت هل أنتقد أن القضاء يعني عندما يا أخي أنا لدي شواهد كثيرة وعشت معهم في بعض المواقف وحضرت معهم بعض الاجتماعات لا أقول في لقاءات عامة تمام كان بعض المتنفذين لديه أراضي يطلب بقرار بتعويض من علي محسن لأن فلان كان من مدري ما فيش معه بيت يشتيله بيت وأراضي يشرف مثلا يشرف له مدري كم معه عبد الله صالح يشرف في العسكر مثلا يعني مع احترامي وتقديري مش مدن سكنية ومدن بعض المحافظين في الآن أسألك عن أداء اللجنة الآن ولكن أداء اللجنة نضع حرم المطار أو المطار يعني عندما بدأت اللجنة تريد أن تباشر عملها وجهت بقوة عسكرية عاتية أين الدولة؟ ولم يضعوا شيء انا اقول ان الحل المفصلي لقضيه الاراضي في 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 عاصمه الاقليم و و و وركنها الرئيسي محافظه الحديده واتمنى ان يمتد هذا ايضا الى 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 تهامه حجه والمزارع في الجروبه وغيرها يعني وكيف يعني تم نهب اراضي الاوقاف واراضي الدوله وشخصنتها لاشخاص واعطاها مزارع مزارع
ومنازل ودور رئاسية وغيرها من التفاصيل. لا أنا لا أريد أن أدخل فيها. أملاك خاصة يعني. يعني أملاك يعني معروفة وتفاصيل معروفة، لكن يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل دقيقة، لكن أقول أنه ما كان ملكا للدولة كان وقفا، وللوقف أحكامه الشرعية والقانونية معروفة. ما كان أملاك للناس فليعد للناس. فليعد للناس يعني أملاك الدولة. أقول المطار، الاستحداثات التي يدعو أن اللجنة الأمنية جاءت لرفع هذه الاستحداثات، يأتي إليك كمواطن بسيط يأخذ ما لا أريد أن أقول يعني تحت ضغوط أو بأمر مأجور أو بعلاقات معينة تختلف من 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 فئة إلى أخرى، لكن يخرجوهم ويحرقوا منازلهم عششهم وفق قاعدة الضعيف يظلم والقوي ينصر. ينصر كيف يمكن أن تكون لهذه اللجنة يعني الحق؟ أنا عايشت ناس وذهبت معهم إلى البحث الجنائي والأمن، تواصلت مع بعض الجهات الأمنية، مدير الأمن لا يستطيع أن يضبط مدير أمن باجل على هذا الظلم. أناشد كل منظمات حقوق الإنسان الدكتور أن تسعى وأن تنقذ الوقت لم يسع. نعم. رغم الكلام هو لا يتسع للكثير الحشاب أنا منظر اللواء العاشر. لا أنا سؤالي هو تقييمك أنت كمتابع لك كناشط، هل اللجنة ضعيفة أم قوية؟ أنت تطلب اللجنة ستقوى بتمسكها بالقرار، ونناشد فخامة الأخ الرئيس أيضا بالتصويبات التي يعني قد تكون وردت يعني وتحتاج إلى إعادة التصويب أي إعادة النظر في القرار، وبالتالي اللجنة ستقوى أكثر عندما تمثل باثنين إضافيين إلى اللجنة من أبناء المنطقة. نعم ستقوى أكثر لا نشكك الآن، هم الآن في مرحلة في المرحلة بداية. الأولى ونريد ونحن كلنا سند لهذه اللجنة طالما فعلا مثل ما تفضل القاضي يسعوا إلى إنصاف الناس. هناك فرق بين ملكية ما يسمى أو ما الفكرة واضحة، أنت أشرت على هذا الموضوع. نعم. بشكل كثير وما بين من الدكتور يا سيدي العزيز أريد أن أقول عبارة جدا الدكتور العزي، تسلسل المبيعات هو نوع من النهب المشرعن من بيع الواحد الواحد من بيع الواحد الواحد، اغتصاب النافذ لأرض معينة وجبرك تحت الأمر الواقع والإكرام. للبيع والتوقيع، وبالتالي يعني أن تبيع بسعر ما ويسطو على بسعر بخس. نعم مش بس كذا، إذا اشترى 20 معاد يبسط على 80. دكتور العزيز شريف الفكرة واضحة، وأعتقد أن قضايا الأراضي تحتاج إلى مسلسل وليس إلى حلقة. نعم. معينة. الدكتور العزيز شريم القيادي في الحراك التهامي وعضو مؤتمر الحوار الوطني ناشط في الحراك التهامي أو الناشط في القيادي، أنت قيادي يا دكتور. الله يفتح عليك. أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث المساء، لدي تعقيب أيضا حول عن لجنة الأراضي ونشكر أيضا القاضي، لكن أنا أنقل إليكم من طباعات الكثير من المواطنين في الحديدة، الكثيرين لمسوا ضعفا في هذه اللجنة، الكثيرين خابت أمالهم حول هذه اللجنة، ربما عاد اللجنة في بدايتها وربما هي ضعيفة، فين لا نتمنى بالفعل أن تنتهي هذه اللجنة إلى إحباط المزيد من المواطنين وإلى شرعنة الفساد أو ما هو قائم من نهب أراضي تهامة. أعزائي المشاهدين يسمح ابناء تهامة هم الناهبون. بعد الفاصل يكون معكم الزميل محمد الجماعي وحديث الاقتصاد.